احنا من جديد في سبور ميكس نكملوا الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم. باش نحكيوا عن النادي الافريقي، باش نسوقوا اخبار بصفه حصريه. هيكل تخيل رئيس النادي الافريقي متقلق شويه من بعض الاتصالات من اطراف مقربه من الجامعه التونسيه لكره القدم بمدرب النادي الافريقي دافيد بيتوني، الخلاف التفوز البنزرتي في المهام نتاعو في المنتخب التونسي. نقولوا فمش عرض رسمي ولا حاجه من نوع هذا، فقط جس نبض واتصالات مدرب النادي الافريقي دافيد بيتوني لقيادة المنتخب التونسي في الفترة القادمة. خلينا ناخذ رايك ذاك في الموضوع. والله كلام معقول بتاع رئيس النادي، خاطر عملوها مع فوزي، اتصلوا بالمدرب وما شاوروش رئيس النادي. ننصحهم ان يخليوا اوكي المنتخب مش يوقف على مدرب نادي الفريق، خاطر انا سمعت حتى اشخاص في الجامعة اللي مش عاجبهم مدرب الفريق تو لو يحبوا يتصلوا به. خليوا النادي يخدم، وراو قلتها ألف مرة، راو النوادي الكبرى كي تحاول تشد روحها سكت سكة لازم الناس كل تعاونها، الناس كل توقف معاها، راو مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة النوادي. ورانا نقوموا نضحكوا على رواحنا كيفاش ولات نوادي من أفريقيا ومصر والمغرب كل عام فيناليست، وإحنا هانا التراجع، هانا نشوفوا توا في المستوى اللي وصلتوا عنا الفريق الوحيد. ولذا أنا ضد الاتصال هذا، وبش يقول لي والله التوضيق الدنيا كل المنتخب والكلوب، ما المنتخب حتى شده بيتوني باش تقعد بالطريقه هذيا ومش قاعده تربح ولا. ولذا خليه الراجل مركز، والراجل في كل انترفيو بتاعه يخرج يقول راني على مشروع على عامين وعلى ثلاثه، وانا هاني نعاود نقولها تو على النادي الافريقي يا ولادي بالاغلاط هاو اللي يسمعوا فيا كله، خاصه انا نعطيك سكوب، انا اعطينا خويا باش نعطيك سكوب برسمك، فما مسؤول سابق في النادي الافريقي ويسمع فيك باش ندوخ العباد وصاحبي، برسمك اختاك وبعد النادي الافريقي بربي يا سايب رئيس النادي وسايب الكلوب، ناس كل عامله عليها جو اختاك. شنو ما فهمتش شنو وين السكوب؟ هاو سكوب؟ لا مش نعطيك الاسم بالله، ما هو سكوب؟ مسؤول كبير في النادي الافريقي سابقا. ايش بيه؟ ماك تحب تكتب تحضر تيتر؟ ايش بيه؟ نتكلم انت تيتر يخت النادي الافريقي يستنى في اول عثره ونعرف ش قاعد نقوله. قريت دي كابتير دي كرون، قريتهم بعيني، ما مش عندي في التليفون اما قريتهم بعيني كيفاش باجيت تحضر في السلاح متاعها في لا بروفوني كمال، ريت في النيل الخراني راك تدخل شويه وتتعمق تلقى بيد ولا تحكي على المدرب والتغيير غلط ولذا سيبوا الناس خليها تخدم هيك كل ذكرك. لا انا نعرف قاعد نحكي، نعرف قاعد نحكي. انا اقول لك حاجه، ساعه النادي الافريقي انا قلت لهم تخسر مع قفص وتخسر في مع جرجيس وتخسر على حسب الخدمه اللي كنت نحكي لك فيها، يسيبوا الهيئه المديره ذي والمدرب يكمل يجربوا عامين يخدموا الافين كمل شبيه المسؤول هذا حاضر في الجيش نتاعو كو النادي الافريقي باش تعرف تعمل عثره. والله انا ضد الاخبار هذه ما دام ما فماش اسم ما نعطيكش نجم نقولوا اي حاجه. انا قريتهم بعينيا، قلت لك انا قريت مساجات بعينيا، خاطر المسؤول هذا في النهار اسمه يكتبش من ياسر كي تحليل ينسى روحه واللي يكتب ولا يعمل كل شيء. وقتاش كمال يضحك كمال يضحك وقتاش الفتره ما عرفني كمال وقتاش الفتره نتاعو المسؤول هذاك. لا ماشي فتره سبتو كي تحليل. كان رئيس ولا مسؤول؟ كان مسؤول باهي. خلينا نرجعوا للموضوع على كل راهو مش نعمل في البوز، راهو كمال يعرفني ايش قاعد نحكي. مانيش نعمل ما فماش اسماء. لا على خاطر ما تعرفش عليه ربطت، انا جبتها شي وحدي، انا ربطت على حكايه المنتخب، ربط على المنتخب يتصلوا وهيكل ما تغش، عنده الحق يتغش. خلي النادي الناس كل عامله عليه جو وبلاد كامل بالنسبه للمنتخب. لا حبيت نقول انه عيب الاطراف هذه من الجامعه التونسيه اذا كانت تسمع فينا، عيب راهو تعملوا فيه عيب، وراهو قل تحياء سايبوا الراجل يخدم وسايبوا النادي الافريقي. بون مشيتوا لفوزي البنزرتي العقد يسمح لكم لانه وقتها انتهى العقد في جوان، دونك الراجل ليبر، وذايا اللغه اللي خرجت وقتها انه ليبر وكذا به، وعملها وصف جليل وهز المدرب ما كلمش حتى بالتليفون بالكذب، معناتها من باب التربية ومن باب الاحترام ما هزش تليفون وكلم رئيس النادي. اليوم قاعدين يخرجوا في هاللمبولة ذي متاع التجربة، احنا نسميوها كالبول متاع التيست، معناتها تخرجوا فيها. لا يا اخوي راو بيتوني قاعد في النادي الافريقي ومش بش يخرج من النادي الافريقي،
وبرا نشوفوا ثنيه اخرى البلاد مذها وسسمو باش يفسخ وما يقولوناش واجب وطني. اي جوستومون ما نجموش نقولوا منتخب هذا. لا 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 ماهوش منتخب. النادي الافريقي اهم من المنتخب. قالوا لا اش قالوا على سي فوزي؟ اش قالوا على سي فوزي؟ لحظه خلي كامل. النادي الافريقي اهم من المنتخب. النادي الافريقي لا العلاقات ماهيش اهم. ماهيش واحترام الناس اهم من كل شيء. الكرامه والاحترام اهم من اي حاجه. اذا كان المصلحه الوطنيه تقتضي انه اذا كان تقتضي وهي في الحاله هذه لا تقتضي. علاش كيفاش قيامتها ما تقتضيش؟ انا رايي الخاص لا تقتضي. إيه كيفاش قيامتها؟ قول لي رايك الخاص على اساس شنو؟ رايك على الخاص رايي الخاص على اساس انه الاشكال ماهوش في الاطار الفني. برا صلح برا صلح كل شيء ومن بعد يجي انا بلاش نسمع. سامحني اثنين هاو عندي اقتراح تحفون وحلو للجامعه. هاو كاردوزو باش يفسخ مع الترجي ولاعب نهائي الشامبيونز ليغ كاردوزو ومرشح. قالوا لي تحب تهزو الجزائر انت كان يفسخ كاردوزو الجزائر. لا 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 هزوا المنتخب. هزوا المنتخب. لا باش اعطي رايي خليه للمنتخب. الواجب الوطني دقيقه سي ذاكر. الواجب الوطني يقتضي انك تخلي كاردوزو للمنتخب من فضلك. لا تتعارض مع الواجب الوطني. خلي الراجل. لا نعرف نعرف. اولا كاردوزو باش اعطي رايي الخاص تو. انا ملي نفهموا شويه كوره ملي اول ما جاء وعمل ولا يتصور بكاميرا من السطح ويعمل فك الفازات هذوك الكل عرفتوا مدرب عادي. ولا ما عندش علاقه هذاك. انا نحكي على رايي تو. نحكي على كواليس. انا نفهم. انا نفهم كي تشوف اسمعني تفهم. عمل تصوير على السطح تقول لي مدرب عادي ما عندش علاقه ببعضها كوره شعبوي شعبوي شعبوي. اسمعني اسمعني اسمعني. انا راه مؤهل ومخول. سامحني دقيقه مروان بالله دقيقه. غوارديولا يعمل اكثر. لا مؤهل. انا مؤهل انا مؤهل ومرخص لي بالخبره وباللي قريته في الكوره كل باش نجم نشوف جوار كيك سوا يعمل كونترول نقيمه ولا مدرب يقيمه على الاقل 70% نطلع صحيح. اثنين في التيران. في التيران في حته خاصه تصوير او ما نعرف شنو ما عندهاش علاقه عليها. وتصور في في البيسين يعوم فوق السطح ولا شنو في السطح من في البارك عامل واحده ويتفرج من فوق ويعاين ويشوف. حتى مدرب نادي افريقي عامل شكون من فوق يعمل شكون مش هو يعمل شكون ويقيم له ويحضر له الخدمه. بسرعه انا باش نزيد النسق مع سي كمال. كان بيتوني باش يرد المنتخب كي فرنسا ولا بلجيكا انا مع الواجب الوطني ونحيه من نادي الفريق. مختار ما تحسش فما شويه تهويل البيتوني معناها؟ مش مازال بكري تو كاردوزو قلنا 5 جولات حكمنا عليه سيء معناها. حتى هذا معناها مازال بكري باش تحكم عليه انه هو مدرب باهي معناها. صحيح ولا لا؟ لماذا؟ لا بالعكس هو حتى من الاول وحتى في البريباراسيون وشوف والفيكيو اللي عنده ولو كما قال حتى ذاكر ما نجحش هو كي خذا جمعيات. لكن تو حاليا كي تشوف هو عاطي باب الفرصه خضراوي مكشفي فورما يهبط مثلا السرارفي يدو تتكا يهبط عاطي كل واحد حقه. هذا هو وقت اللي تراه اونترونور عادل ويخدم قد وحسب يعني لي سيونس دونتريمون شكون في فورما يهبط هاكا الفريقي ماشي. شوف اول مره انا راني الفريقي عندي مد تعادلوا مع السي اس اس وفما رضا ما نقولوش اما فما رضا من الجماهير قال لك العاب لا صفقوا لهم هما خارجين يعني سي يعني هذا باش يوريك شكون هذا مدرب اللي قاعد تشوف عنده يعني افكتيف وجيستيون تاعو باهي في كل مره 4-3-4-1 يعني 4-2-3-1 قاعد ليفكتيف هذا قاعد فهمتي. لكن سي فري باش تصير يعني لي موفي با ولا مثلا هذوما باش يجيو. لكن انا شوف في ما نقولش لكن هو يعرف يتكلم الحقيقه نسمعوا يشدك التصريح نتاعو لا مقنع ويعرف يتكلم وفما دي ميساج للملاعبيه للببليك يعني وهذا هو بدون شعبويه يعرف وين يحكي بريفي كور ظهر انسان متمرس. تبقى لهنا انه فما تشوشير من كالكوزان من الجامعه عادي لهنا انت كاداره ما يلزمكش تتغش هي الخير. شكون قال من الجامعه؟ فهمتني؟ لا تو حزم انا قلت حزم فهمتني؟ لهنا هيك الخير صحيح صارت مع فوزي ديما عنده مشكل مع المعلومات اللي نعطيها هو هيك الخير يعني تقلق مع فوزي البنزرتي كي مشى. لكن شوف ايش نقول لك النادي الافريقي ما يلزمش التشوشير هذا يقلق يعني النادي خاطر هذا ينجم يقلق راهو البرتورباسيون يعمل في ظل نقول النادي الافريقي الحقيقه في البروجي مش البروجي نتاعو وديما يقول هو ايش يقول يقول لك راني انا جيت في كونترا عامين لبناء فريق يقلق لا تقلق. وقت يوصل لونترونور ليكيب ناسيونال تحب عليه ينجم هو بيدو هو اللي يحب يقول لك خويا المعلومه اللي وصلتها زاده يبدو لي انه هو يحب يكمل في البروجي نتاعو في النادي الافريقي زاد هو بيدو يحب يبقى في النادي الافريقي. هو تساله على مباراه نادي سبيرسي ولا مباراه جرجيس يحكي لك ديما راني جيت بروجي وعامين يعرف قاعد يخرج من فمه. اسمعني نزيد النسخ مع مختار بسرعه خاطر عندي تليفون يستنى نسخ مع مختار. ريت تشكون الفرق تحب نحكيو الفرق في زوج مدربين
واحد يغيب عليه لاعب أربعة أشهر يلعب تيتولير، واحد لاعب عنده أساسي كما غيث ياخذ بعد خمسة دقائق يبتدي سبور زعلوني فما حسابين سيرتو با. انا عجبني حاجه اليوم ولا عجبني حاجه في ديسيبلين لي ابار ديسيبلين ذاكر صحيح اليوم فما موجود حتى على البنك موجود عرف كيف يوظف الملعبيه في التيران هذه حاجه تتحسب له اليوم عكس مروان كنت حاضر معنا البارح حكينا على موضوع نتاع الحارس ايمن دحمان اللي تعرض لاعتداء اداناه بشده في البلاتو البارح، وحكينا ايضا على حادثه وقعت في صفاقس قلنا مش مؤكدة، تأكدنا من الخبر والحادثة صحيحة، تم حرق سيارة مجموعة من أحباء النادي الإفريقي والاعتداء عليهم بالضرب وقت اللي كانوا مروحين، يبدو لي من جابس وما تو نتأكدوا معنا بالتليفون واحد من الأولاد اللي تم الاعتداء عليهم سفيان القصيبي. سفيان أهلا بيك. السلام أخوي. ما غلطتش في الاسم صحيح سفيان القصيبي هكا. أيه. مرحبا بك سفيان. الحمد لله على السلامة الساعة والحاجة وإن شاء الله باللطف. عايش خويا الحمد لله. باهي لو كان تحكي لنا شنو صار البارح نهار السبت وأنتم رايحين من المقابلة سفيان. أي خويا احنا رايحين نهار السبت ودخلنا لصفاقس باش معنا شكولة هنا تعبين احنا في الروح. هاي يا اخي وقفنا لحظه تميك يا اخي ما غطاش من الكهرباء جمله بس تعال هيك خرج راسه من البلار سال على شنو باش ناكله تميك هكا هو الكهرباء ديجا ما جات خاطره لي نار وفاه خويا عاري ولابس قريب 40 واحد يحطوا فينا بالكراسي والحجر والفلام لاحونا كذا كعبات فلام كهرباء وسكر علينا البيبان تميك والكهرباء تشعل هي هو من حرارة الروح الواحد خرج بالسيف من الكهرباء ضربوكم بالفلام في الكهرباء معناها هكا سكر عليهم البيت سكر علينا البيبي معناتها محاولة قتل هذا اي وشادين علينا البيبي ما خلوناش نخرجوا منها الكلام اي 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 وكيفاش خرجتوا سفيان؟ بعتالي من حرارة الروح فما شكون خرجوهم هم خرجوا من معناها اللي يضربوا فينا خرجوا لبرا وكملوا يضربوا فيه وفما شكون خرج معناها من حراره الروح على خاطر تحسنا النار تشعل والله تشعل يدي مش عاديه بعتالي قلنا كيف يسيبونا يا اخي خلطوا علينا يضربوا فينا والله بالكراسي وبالحجر قدم الواحد سفيان هم مش عارف برشا تلقى 30 40 واحد هذا في الكيوسك وين بالضبط؟ الكيوسك في النيفو بتاع صفاقس ولا في جيبس؟ تقيت الزيت في الساق وانتم بيدهم اللي كنتوا في الحادثه الاولى انا حتى لولي اللي متاع الحارة لا ما عندهمش علاقة ما عندهمش خلي خلينا نكمل مع ذكرت نعطيك بيه سفيان كيفاش خرجتوا من الكهرباء كيفاش خرجنا من الكهرباء فما شكون خرجوهم هم ويضربوا فيهم البرة من الكهرباء هم على خاطر يحبوا يدخلونا زاد للكهرباء اي وفما شكون معناه من حرارة الروح والنار تحت واحد خرج ومش سايبونا هم تخرج لا بالعكس زادوا كملوا علينا بالكراسي وبالحجر فهمت وش قالوا لكم علاش معناها متعلقة باللي صار ايمن دحمان معناها رد فعله ممكن يتخلون الاخرين ولا كيفاش المفيد احنا ما عملنا شيء واقفين على روحنا اللي نروا فيهم ونتصور ما في بالكمش حتى شنو صار لدحمان انتم وقتها ما زلتم مروحين والله العظيم لا في بالنا اصلا احنا في بالنا كان في السبيطار قالوا لنا موضوع هذا بس تعرف احنا الموضوع هذا نتاع الدحمان في بالنا بيه كان في السبيطار ليلتها في الليل رقم حكاية 90 ولباس لكلكم توا والله انت مضربري وكل قداش ولحتوا في الكهرباء كيسكروا عليكم خمسة في الكهرباء ومعاكم الفلام يشعل الفلام يشعل ويضربوا فينا باكيت رشيقه هذيك تاع العراض هذيك الفوق علاش وقفتوا في صفاقس بالذات انتم سفيان ما كنتوش تجموا تتجنبوا معناها المشاكل ولابسين مريو النادي الافريقي يبدو لي لابسين مريو الافريقي لا جاكيتات لابسين فوقهم معناتها مش ظاهرين المراوي لا مش ظاهرين يعني علاش جاكم كنتوا بالذات معناتها كنتوا تغنيوا فما استفزاز فما حاجه ولا ما غنينا لا شيء يعني علاش جاو لكم انتوا بالذات وكيفاش عرفوكم اصلا تحبوا الفريق معناها شافوا مريول ولا حاجه اكيد فاقوا مش عارف احنا قلنا اي تفضل سفيان هما اش قلت لي سفيان هما ريتهم هما اي كهرباء تتعدى من فمك يضربها اي كهرباء واضح بي مشيت وشكيتوا ولا ما زلتوا اي هي اشكال لهني في المنطقه هذه واضح بي خلينا ناخذ تعليق من الولاد معنا في البلاتو بي خلينا نبدا معك نطلب في الكلمه اي نطلب في الكلمه اللي فهمته انا تو بالجمهور لا هو ما يجيش الدين ولا الصاير هذا كل اما هذا ما في بالهمش
وهذا مغالطين في بالهم هذو اللي نتاع الحادثة نتاع الكيوسك الاخر. لا لا هذا اللي اللي في بالهم قال لك يضربوا في الناس الكل. المعتدين المعتدين جماعة فهمتك انا جماعة صفاقس في بالهم هذوكم اللي ضربوا الدحمان اللي نتاع حكاية الفيديو ما تنجمش تكون باش نقول لك علاش على خاطر الحادثة صارت في سيدي خليفة بعيدة على صفاقس برشا فماش عايش خليهم يعتقدوا انهم نفسهم. المجموعة هذيا سمعت بالاعتداء وشافته في الفيديو جات قدامهم كهربا تلقاهم شافوا ماريو الكلوب واحد هكا وردت فعل ضربتوا لنا الجارديان باش نضربوك. اما اللي عندي علم راهو فيها موقوفين معناتها تشدوا ناس تشدوا فما شكون تم ايقاف وسفيان اي فما اي فما معناها عرفوهم المعتدين عرفوهم سبعه بالكاميرا نتاع الكاس برشا فيديوهاتهم معناها جيبوا فيهم واضح. باهي خليني ناخذ عندك تعليق مختار عديسة. والله هو ويوصلنا معناها بعد الماتش من بعد الماتش الحقيقه راهو فما محليهم الملعبيه في بعضهم يعني نحكي على الصوره نتاع اللوج الفوق محليه لكن بعد كي تشوف هكا ودحمان الحقيقه شوف راهو خايبه برشا. علاش خايبه برشا؟ خاطر ديما نعرفوها تولي بشوي بشوي تبدا تتنقل نورمالمون الشيء هذا لازم يكون بوريزمو اللي يشدوا منهم كلكوزا باش يعرف اللي فما امن زاد واقف. لكن الحقيقه ما نعرفش انا ما فماش علاش حتى الحكايه نتاع دحمان زاد ما فماش علاش عنده الحق يهبط دينهم شده بزده زود وهذه اخطر معناها محاوله قتل معناها قلت انت سليم محاوله قتل تصور هم ثلاثه شوف الكره وين توصل وتنربيز بشرخ محاوله قتل راهو عائلاتهم مروان بصراحه احنا حكينا سليم وقلنا على الملاعب ايمن دحمان وقلنا التربه والاخلاق نتاعو ديما يقعد ابن المنتخب والتونس وكل شيء صار تشنج صحيح من الجماهير النفدي الافريقي ممكن ما رضاش بالتعادل وحب ايش اكلمك امور خلفيات نتاع ماتش عميق مش نحكي على اللي صار الاشكال مو ذيك الجمهور مش كل الجمهور خلينا اكثر في الحادثه هذه صحيح هذا اسلام انا من رايي اليوم نعرف علاقه طيبه ما بين النادي الافريقي وسبيكس حتى حد لا يشك فيه واحنا لابروف شفنا الملعبيه وديما تقعد تاكل كلاسيك وكل مزيان وما فماش حتى فيه مشاكل. الحادثه ذي مذهبيه انا لفته للنيابه العموميه اليوم نحكيو على ارواح الملعب معناتها اي سيبون قال لك تشدوا ما فماش مشد احنا مذهبينا اليوم راهو كي تصير كوارث هكا راهو ما نحبوش نشجعوا على العنف مذهبينا حكم يكون اسمع مهما كان اليوم زاد اللي تشدوا سباقسيه وتوانسه وكل شيء ماما مذهبينا يكونوا عبره ذوما يجي حكم باهي الحقيقه كان لا قدر الله كانوا ماتوا الاولاد هذوما شنو مش نحكيو اليوم حتى اللي يسمع نهاريخ يحب يعمل مشكلة اليوم يخاف لازم العقاب عقاب كبير وللزوز مش بنفس الدرجة اوكي لكن للزوز خاطر لا قدر الله كان توفي وسامحني سي كمال راهو تصير كارثة للبلاد اكيد اكيد تفضل نتمنى بيان سور هذاك بصرف النظر على انه من الثابت ومن المتفق عليه إدانة اعتداء المجموعة على دحمان والإدانة هذه الثانية وأنه التبعات القانونية تكون موجودة هذا أمر معناتها نتفقوا فيه الناس كل. لكن اللي نتمناه هنا خاطر لازم بريسيون تيح اللي نتمناه أنه كما قعدوا مع بعضهم في اللوج مسؤولي الفريقين كما قعدوا في اللوج مع بعضهم وإن شاء الله هيكل أنا شخصيا تو نكلموا هيكل على الحكاية ذي نحكي معاه نتمنى أنه مسؤولي الفريقين يخرجوا بلاغ مشترك لأنه صار اعتداء تصويرة حلوة شفناها هاي تجسيما لك التصويرة متاع أنهم فرد لوج نتمنى أنه مسؤولي الفريقين يخرجوا بلاغ مشترك مش كل واحد بلاغ مشترك يدينوا فيه الشيء في زوج شعارات يدينوا فيه الشيء ذا ويقولوا لي راهو الأمر هذا شاذ وأنه العباد هذوما لا يمثلوا لا هذا الفريق ولا ذاك الفريق. باهي نقرأ التعليقات حتى على اليوتيوب مانس فور يو يقول لي ويشد صحيح يقول لي أقرأ تعليقي يا سلام. باهي نقرأ تعليقك أمس قال لك يا أخي ما عندوش دحمان الحق يوقف في كيوسك واليوم قال لهم إيش متعدين لصفاقس يا إسلام يا إسلام. نحب نقول له اللي ظهر لي ما تبعتنيش مليح البارح هو مختار دبوس اللي حكى على الموضوع هذا وأنا أدنت بشدة الكلام اللي قالوا وقلت معناتها أدن الاعتداء عليه وكيف كيف اليوم ندينه اللي صار بالولاد هذا مقلنا محاولة قتل معناها ما فيهاش حتى نقاش. باهي نكمل معاك سفيان لو كان في الاخر تحب توصل حاجة ما زلت معنا سفيان ولا ايه نزلت معك ايه نخلي معك في الاخر لو كان تحب تضيف رسالة اخوي والله احنا بعد لموتنا معناها واحد النوم في الليل مع شرعية من نار ومعناها من الواحد ما سمعنا حد ودحمان معناها من اللي ما صار له شيء معناها العباد كلها كانت نفتت له واحد
صحيح هيك معنا اخويا وصلت صوتك وهك حكيت نجم يكون سهل ايمن دحمان الفيديو انتشر وكيف كيف ناس كل تعرف وصلوا لكم انتم مو سهل حتى باش نوصلوا لكم مو سهل لكن هيك ما حكيتوا ووصلتوا صوتكم ووصلتوا الصوره الصوره البشعه اللي تعرضتوا بها ونتخيل بالحق الموقف وفي كرهبه وسط نار تشعل تشعل فيكم الحمد لله على السلامه سوفيا يلا يسلمك يا اخوي يعطيك صح شكرا لك سوفيا عندي كلمه العمق شوف الملعبات تسمع فينا لازم تفهم راهو كان ناويين تونس باش ترجع كي قبل نحكي لك حتى في اول التسعينات كجمهور مع بعضه ومحلاهم راي لا سبيل اليه تعرف اسلام علاش الفريق يدخل ليله مباراه يدخل لوتيل ولا على حكايه هذوما على حكايه باش ما ياكلش اللي يجي خاطر ما اوني مال ديسيبليني في الاوروب ما تقاومش يدخلوا لوتيل على خاطر يمشيوا الماتش ديريكت على خاطر بالعكس ليكيب ناسيونال دو فرانس جابوا لهم نساهم اصلا. لا الوقت اللي طويل الستاج نتاعهم جابوا لهم عائلاتهم على خاطر اسلام جواريتنا تاكل اللي يجي ليله الماتش وغدوه تشدوا كرشو والنجم ما يلعبش كيما اول الماتش قبل الماتش كيما ما بعد المباراه ما بعد المباراه نعملوا برك في ميركري حتى اللي جون ما خليش يروح مع ابوه. يا منين هزيته يرجع بعد تحمل مسؤوليتك معناتها نقصد حتى على تو مش اللون في دحمان ولا انا هو دحمان يبدو انه خاطر مشى لامه مشى العمره شي شيء عمره شفت يعني. في بلاص دحمان انا نحكي على الناس كلها دحمان ولا مروان مازال يلعب انا غالب تو راك ما عادش مسموح لك باش تدور مواطن عادي تعس على روحك تعس وين تمشي تعس وين تاكل ريستورون تسال شكون الداخل انا غالب تونس ولا تكيك لازم نقولوا الواقع ما عادش قبل لك جوار تبوسوا من الكلوب ومن الترجي ومن الاتوال ويتصوروا معاه توا ولا البوس توا ولا فيديوهات ولا حتى ولا تهز للخطر وللموت ولا بروفوني الفيديوهات شدوهم اللي حرقوا ولا العباد معناتها ومن المسؤول يا اسلام ما عادش عندنا مسؤول يوقف يحمل هو كيما عملها سي رضا شرف الدين وقت الثوره جاب الترجي كله وراه حماه ما عادش عندنا مسؤولين يهزوا الحمل كتاب اللي عملوا هيكل ونسق مع كمال انا حكيت معاه هيكل قال لي نحب نوصل نهار انا وسي حمد المدب قاعدين نفس اللوج الكوره هذيك 90 دقيقه وناكلوا بعضنا في التراه ونشيخوا على بعضنا والكل والبره فما ارواح ناس يا رسول توا هو يا ويلو هذا شبك اللي مات ويلو الاخرين شنو الذنب الام والبول يكبروا باش جابوا السيد هذاك باش يقتل الروح باش يمشي 20 30 سنه حبس مانيش قاضي انا هوني والاستاذ مذكور على خاطر مذكور وموش مذكور خاطر عرضه مريو الاحمر ابيض الاحمر واخضر ولا بورقداني ولا اللي هو نمشي انا نقتل المعقول واضح يعطيك الصحه شكرا ليك هيك ذكر على حضورك قلت لي هيك تخيل الملك عيط لي سيد الرئيس مفضل شكرا ليك على حضورك معنا ذكر يعطيك الصحه ايضا مختار ترابلسي بارك الله فيك مروان تاش شكرا على حضورك كمال بن خليل يعطيك الصحه كنكملوا حصتنا اليوم شكرا للكل في الاخراج اجمل تحيات اسلام المدب